ايوه، قصر الرشيد هيكون نقطة انطلاق الدوريات بتاعتنا في المنطقة، هنتعامل معاه انه موقع دفاعي ومنه هتطلع الدوريات. عاش وحوش، يلا طلعوا الذخيرة وابدأوا في تجهيز السواتر. من القيادة للقاضي المنسي، رسالتك وصلت، ربنا معاك يا رجالة. الله ياخذ الطواغيت الكفرة، أخيرا هنقدر نتخلص من منسي ورجالته الكفرة، ولن نهزم اليوم من كله. على السلاح! رصاصة مش هحوقها فيه، هينفجر في الكمين. انت كويس يا فندم؟ حصل لك حاجة؟ قوموا يا رجالة، كملوا. ازاي القطط بسبع تروح؟ ازاي لسه عايشين؟ ازاي؟ غطوني يا رجالة، بسرعة! انت كده مشوف ليهم يا منسي، خد لك ساتر يا فندم. ومش بيخلصوا. خلصوا على الكفرة، خلصوا عليهم. وينكم يا طواغيت؟ جيش الخلافة جاي يذبحكم.
جم لقضاهم. الخلافة مش هنا صايع منك له. كنا منتظرينك يا منسي. الأسطورة إبراهيم الرفاعي. الناس كلها منتظراك من زمان. الحمد لله على السلامة.